الثامن عشر بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية مع منافسات سن اللقاية. وهذا الشوط لفئة اللقاية القعدان مع منافسة هذه الشعارات الحاضرة وتزايد الأعداد التي بدأت تحضر معنا ومع أشواطنا الحاضرة بمنافسات على أرضية ميدان التحدي. ما يقارب 100 اسم مشارك في هذا الشوط مع هذه الانطلاقة المميزة الجميلة الرائعة. لنواصل معكم بندائنا للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط، لنتابع معكم الأسماء المتنافسة. المركز الأول والصدارة شاهين على أول المراكز، تعود ملكية شاهين لسعيد بن شفيع بن علي الفهيدة المري على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني تغيرت أمور الصدارة مع الشقب وسلالة الشقب، فرج بن صالح بن فرج العاضي المري يقدم لنا شعاره بانطلاقته على أول المراكز بقيادة للأسماء وسيطرته على المقدمة. المركز الثاني ثاني الأسماء ثاني التحديات، أتابع القادم والواصل. المركز الثاني التواجد من شاهين، من يحمل الرقم 89 مسعود بن عبد الهادي بن بطحانة الفهيدة المري، يحمل أيضا شاهين شعار بن قطامي. المركز الثالث أتابع على ثالث المراكز التقدم مشاهدينا الكرام من شاهين سعيد بن شفيع الفهيدة المري. المركز الرابع رابع الأسماء اللي تسلل المركز الثاني التواجد من شعار اللورد الخاتم بانطلاقة الواصل، أو هذا تهمانا لعبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة يقدم لنا انطلاقة شعار اللورد مع تواجع المركز الثاني يبحث عن النقطة السادسة لهذه الفترة الصباحية. المركز الخامس المركز الخامس خامس التحديات وخامس الأسماء، أتابع مشاهدينا الكرام تقدم ووصول من قبل الواصل حمد بن صالح بن حمد القمرة. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. لأعود إلى الصدارة لأتابع الشقب على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة، سلالة الشقب على مقدمة هذا الشوط مع انطلاقة الشقب وشعار العاض يقدم لنا انطلاقته. فرج بن صالح بن فرج العاض المري على المركز الأول. المركز الثاني الله القادم القادم بانطلاقته الواصل تهمانة تهمانة ينطلق على ثاني التحديات لعبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة. المركز الثالث هذا القاتب من يحمل الشعار الشطرنجي بانطلاقة بتواجد غدوم ناموس الباحث عن كلمة الناموس محمد بن حمد بن سالم النابت المري. المركز الرابع اللي بدأ على المركز الثالث ثالث التحديات التواجد مشاهدينا الكرام من مهول راشد بن فهد بن راشد النعيمي، لكن أعود إلى تهمانة. الله 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 اللورد 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 يقدم تهمانة يقدم تهمانة، لكن بالنابت بالنابت خادم غادم مع الناموس واصل مع الناموس. الناموس لمن من الأسماء للناموس أم مع تهمانة؟ تهمانة الناموس الناموس تهمانة في صراع ونزاع ما بين الأسماء. المركز الأول المركز الثاني أول المراكز تهمانة مع اللورد. المركز الثاني التقدم من ناموس محمد بن حمد بن سالم النابت المري. يا سلام يا سلام النقطة السادسة في طريقها لصالح اللورد، وأم يكن هنالك ناموس 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 قادم بدأ يتسلل إلى المركز الأول. الناموس يا مالك
ارضك ناموس، سماح الناموس، ايضا انتزاع ناموس هذا الشوط، ممني النفس، وبالفعل انتزع الناموس الناموس مع اول المراكز الثاني. والتبريكات لمالك ناموس محمد بن حمد السالم النابت المرمى المركز الثاني، وصلت تهمانة لعبد الله بن ناصر بن سعيد عيد المركز الثالث. كان الوصول من قبل الشهيد لخليفة بن أحمد بن سالم خليفة الكبيسي. المركز الرابع كان الوصول من قبل دينار لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد المري. المركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام الواصل لحمد بن صالح بن حمد القمر المري. نذهب إلى توقيت ناموس 5:59 تسع أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لمالك ناموس محمد بن حمد بن سالم النابت المري. لك الثانية والناموس يا مالك ناموس. المركز الثاني تهمانة 6:01.5 من الثانية. الثاني والتبريكات لمالك تهمانة عبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة. المركز الثالث كان الوصول من قبل الشاهين. توقيته الزمني لحظة الوصول 6:09.7 من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك شاهين خليفة بن أحمد بن سالم بن خليفة.